فقد الخلية قدرتها على فك الالتفاف والتكدس بالكروماتين إلى شريط من النيوكليوسيمات. طبعا لا هتشتغل الإنزيمات، لأن الإنزيمات إنزيم البلمرة إنزيم اللولب مش هيشتغلوا. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، مش هيحصل تضاعف للدي ان ايه. تلاتة، مش هيحصل اصلاح لعيوب الدي ان ايه. اربعة، مش هيحصل نمو وتكاثر يعني للخلايا بالنسبة للخلايا الجسدية، لان محتاج لازم ايه يعني يبقى في نواة ودي ان ايه وكذا في الخلايا الجديدة، فده مش هيحصل. فده بالنسبة للفقد الخلية قدرتها على فك الارتباط. طبعا خدنا احنا خلاص مجموع 24 لفقد الخلية، وخدنا اللي هي البلازميد مع الدي ان ايه، وخدنا الدي ان ايه المتماثل. فاضل عندنا هنا مجموعة 36 هنشوفها. طبعا هنا في ايه، في عندنا مجموعة، لا مفيش مجموعة تانية.